النصيحه ديالي للتلاميذ اللي عاولين الكوبيارو صراحه كله ظروفه، ولكن من افضل شو النقطه تجيبها بدراعك. دابا بحال انا كنت كنفكر زعما نجيب كوبيرات، ما نكذبش عليكم، ولكن نقطه تجيبها بدراعك وخا تكون زعما ناقصه شي حاجه، مهم تنجح. ولكن زعما اللي كيبقى التعاون بين القسم بحال اللي كيخليو مثلا الاساتذه اللي كيرخفوا كيخليو التعاون غا شويه، ماشي تعاون الامتحان كامل يخرجوه لك ولاد نقل كل شيء في الاخر ملي تجي حد فرح ما عدا حتى معنى. كنصح زعما التلاميذ تفادوا هادي، وانا عارفه زعما واخا نهضر وما غايديوهاش فيا، ولكن زعما من الافضل زعما من الافضل نقطه احسن. انا كنت كنفكر يعني انا مني منكم كنت كنفكر في التغشيشه والنقله وكاين الطرق وهذا ما كاين لا الصراحه. تجاه وطلع بالكفاءه ديالك كيف ما كان عندنا الدرس التربيه الاسلامي كفاءه واستحقاق، استحق نقطه ديالك هي هذيك، احسن ما تنقل صراحه. واخا زعما كاين الاساتذه كيتعاملوا، ولكن ما تزيدوش فيها ما تعيقوش.